السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله الفيديو لسنة تالتة اعدادي. احنا كنا خدنا بداية الوحدة التانية، فان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض ليسون 3 اند 4. بس حابب قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي، في شباب كتير بيبعتولي بيقولوا يا مستر احنا الفيديوهات ما بتوصلناش، فهعرفهم برضو ازاي الطريقة عشان الناس تشترك في القناة، وبحيث ان احنا بننزل اي فيديو بإذن الله بينزلك او يبعت لك على طول مسج رسالة يقول لك فيها ان في فيديو جديد. نشوف كده مع بعض. تحت الفيديو على طول يا شباب هتلاقي كلمة اسمها الاشتراك، وساعات بالانجلش بتبقى اسمها سبسكرايب. حضرتك بتضغط عليها ضغطة، ومجرد حضرتك ما تضغط ده اللي بيحصل قدامك، بيقول لك سبسكرايب او يقول لك مشترك، وجنبها رمز الجرس زي ما انت شايف كده قدامك. انا جاي متك على رمز الجرس، اوتوماتيك ساعه ما اتك على رمز الجرس هيحولني للمنظر اللي قدامك ده، وفي حته تحت برضه كمان جرس مكتوب فيها نان، يعني مفيش. هو اصلا هيبقى متفعل على اللون الازرق اللي قدامك اللي هو كلمه بيرسونالايز. بيرسونالايز ديت او ان هو حاجه شخصيه كده، مش هيجي لك اشعارات. فحضرتك هتروح جاي متك على الجرس الاولاني وتخليه بالمنظر ده كده اللي هو على كلمه ايه اول، او باللغه العربيه هتلاقي كلمه الايه الكل. وبكده اي فيديو هيجي لك هيجي لك على طول اشعار بان انت مشترك في الايه القناه. ويلا بينا مع بعض نبدا الدرس بتاع النهارده، ليسون 3 اند 4. هنشوف مع بعض زي ما احنا متعودين كل مره الكلمات الاساسيه اللي تبقى موجوده في الدرس. اول كلمه عندنا النهارده كلمه كاركتر. كاركتر اللي هي الشخصيه، وعاده ما بتكون موجوده في بلاي مسرحيه او في فيلم او موفي. طبعا كلمه داي يموت، وكلمه داي دي يا شباب لو حطيت معاها كلمة اسمها اوت معناها ينقرض. لو حطيت كلمة اوت معناها ينقرض. كلمة لاست كلمة مهمة جدا، بمعنى يدوم او بمعنى يستمر. وفي طبعا كلمة لاست ويك اللي هي الاسبوع الماضي، لاست مانث الشهر الايه الماضي، ان سو اون. لازم اكون عارف كل حاجه عن كل كلمه موجوده عندي، لان احنا طبعا بدانا نكبر، وزي ما احنا عارفين في سنه هتبقى العمليه اصعب من كده شويه. كلمه ليف وليفز، ليف اللي هي ورقه الشجر، ليفز اوراق الايه الشجر. وممكن استخدم كلمه ليف ده كفيرب يغادر، ولو انا اخدته مع المفرد هيبقى ليفز في اس زي ما انت شايف كده. الكلمة دي جميلة برضو، living things كائنات الحية، أي حاجة عايشة زي الحيوان الإنسان النبات، كل دي حيوانات كائنات حية. novel دي كلمة جميلة جدا اللي هي قصة طويلة long story، ممكن تجيلي في الاختيارات. برضو الكلمة دي جميلة، الاس أنا بتنطق زد، realize يعني يدرك. وفي كلمة يا شباب زيها اسمها recognize، ديت معناها يتعرف على. في فرق بين يدرك ان انا ابقى فاهم الشيء وحاسس باللي بيحصل فيه، وريكوجنايز يعني اتعرف عليه. يعني مثلا لو انا ماشي وقابلت واحد صديق ليا من زمان فانا ما تعرفتش عليه، الملامح بتاعته اتغيرت، فاستخدم كلمه ريكوجنايز. سامري اللي هي الملخص، وعاده ده بيبقى فيه قصه مثلا كبيره واحنا بنعملها ملخص صغير كده عشان يجيب لي كل الاحداث بتاعه القصه. الكلمه دي جميله برضو مهمه هتقابلنا كتير في الحل، كلمه تريمبل بتساوي كلمة اسمها شيك يعني يهتز، هتقابلنا كمان شوية. اس اتش اي كي اي ناخدها هي برضو لو قابلتنا واحنا شغالين. انواع النوفلز بقى ديت ساعات بتجي لك في المحادثة، فابقى عارف الانواع بتاعة النوفلز بتاعتي. او الستوريز، مش شرط كلمة نوفلز، لان احنا قلنا في زيت هي الروايات الطويلة. ستوريز ممكن تكون قصة قصيرة. ادفنشر ستوريز، ديتكتيف ستوريز، هيستوريكال ستوريز، وممكن اقول كوميك ستوريز اند سو ان، وهكذا. ميستريز، ميستري بالواي اللي هو لغز. طيب واحد يقول لي يا مستر ايه الفرق بين الميستري والريدل؟ كلمة ريدل يا شباب لغز ممكن حله او بازل، لكن الميستري بيبقى سر عادة او لغز بيبقى غامض ويبقى من الصعب ان احنا نحله. ابرود ودي كلمة مهمة جدا، وفي ابورد على متن السفينة او الطائرة. بص هتلخبطك في الامتحان، ركز كويس.
وفي بقى الناس الشاطره اللي عايزه تعرف، في كمان كلمه اسمها برود، بي ار او اي دي، هنشيل الاي تبقى معناها عريض، حاجه عريضه. كير رعايه، وفي كلمه اسمها تيك كير اوف، يعتني بي. تيك كير اوف. وفي كلمه اسمها كير اباوت، برضو هي الكلمات دي كلها بتعتبر مهمه يا شباب. بص بص كده، كيرا اللي هو الراعي، الشخص اللي بيقدم الرعايه، اللي هو مثلا في دار المسنين بيبقى في شخص بيقوم على رعايه الايه، الاشخاص الكبار في السن. ديسكرايب وديسكريبشن، هتلاحظ حرف البي هنا اتغير، ديسكرايب ديسكريبشن. درايفنج تيست، درايفنج تيست طبعا سهله. اكسبيرت خبير، وركز كده مع بعض يا شباب، كلمه اكسبيرت ديت ممكن تمشي ناون وتمشي صفه، تمشي ناون ان وممكن تمشي صفة. ناون طبعا اكسبيرت خبير، اكسبيرت خبراء وهكذا. لكن لو انا بقول انا خبير في كذا، انا شاطر في كذا، يعني عندي بقى المام بكل الحاجات دي، ممكن اقول اكسبيرت ان واكسبيرت اون واكسبيرت ات، اي واحدة فيهم صح، ده لو مشي كصفة. اكسبريس يعبر عن، اكسبريشن ازود اي او ان، اي او ان تبقى التعبير، اكسبريشن. فيلينجز المشاعر، ودي هتجيلنا النهارده في ازاي نسال الشخص عن المشاعر بتاعته، ودي مهمه جدا عشان عليها السيتويشن. فاينالي انكلود، يتضمن او يشمل. وفي برضو يا شباب كلمه بتلخبط الشباب ما بين كلمه انكلود وكلمه اسمها كونتين، كونتين يعني يحتوي على، يعني انا عندي أكلة بتحتوي على حاجات معينة، فيتامينات معينة اسمها كونتين. لكن انكلود يشمل، يعني مثلا لو أنا رحت في فندق وهقعد فيه، ومن ضمن الفاتورة اللي هدفعها ديت الفطار، الأكل بتاع الفطار ده الفلوس هتندفع جوه، باسمها انكلود، يتضمن أو يشمل. كلمة جميلة برضه صعب تيجي معاها الاختيار. وفي برضه يا شباب للناس الشاطرة كلمة اسمها كونسيست أوف، يعني يتكون من، أقول الفريق بيتكون من 10 أو 11 لاعب. دول التلات كلمات مهمين جدا. سيلو اللي هو البحار، سكوايا ديت هناخدها في قلب القصة، اللي هو مالك الأرض أو الإقطاعي اللي عنده فلوس كتير. سادلي، تووردز، تووردز يعني تجاه. ترابل، رايتا اللي هو كاتب، جاي من كلمة رايت يكتب. عندي هنا برضو كونفيوزد. انجويبل جاي من كلمة انجوي. اكسايتد، وفي اكسايتنج يا شباب قلنا عليها بيجي وراها فيربز الاي ان جي، او يعني فيها اي ان جي ديت لغير العاقل، لكن دي اللي بني ادمين. كونفيوزد برضه في كونفيوزنج بالاي ان جي. فرايتند وافريد، والاثنين يا شباب بياخدوا حرف الجر اوف، فرايتند اوف وافريد اوف. نيرفس عصبي، سكيري مرعب، شاي، وندفول، ورد، وعادة بتاخد حرف الجر اباوت. ماشي يا شباب، نخش على الافعال. طبعا احنا قلنا الافعال ديت في منتهى التفاهم موجوده على طول عندنا، مكرره على طول. بيجين، بيجان، بيجون، بلو، بلو، بلون، جرو اب، جرو اب، جرون اب، شيك، شوك، شيكن. وديت انا قايلها لكم من شويه كلمه تريمبل عشان تقول لكم انت بتختار في الحل. فورتشنيتلي، انفورتشنيتلي، حسن الحظ وسوء الحظ. في برضه كلمه لاكلي وان لاكلي. كايند وان كايند، سيف ودينجرس، ويوجوال وانيوجوال، طبعا سهلين. حروف الجر اللي عندنا النهارده، كيرفول ويز، حريص على، يعني مثلا حريص على الفلوس بتاعته او كذا. جو داون، تغرب الشمس، تنزل لتحت كده. امبورتانت فور، خدناها طبعا في الوحده الاولانيه، اتس امبورتانت فور احمد تول فيرب في الانفينيتي، اللي هي القاعده اللي كنا واخدينها في الاول. ان وغرضه زي ما انت عايز، ان 5 دايز، ان 2 اورز تايم هنا. ان ذا سيم واي، بنفس الطريقه. لوك افتر، وطبعا قلنا كلمه لوك دي بيجي معاها حرف جر كتير، بتغير معناها على حسب تغير حرف الجر. زمان ويز ذا لايت، اللي لديه مصباح، ويز تريمبل، ويز بيرتعش من حاجه او يهتز من شيء. رايت داون، يدون او يكتب، طبعا ديت حاجات ملهاش حل تاني غير الحفظ. يعني ادفنشر، طبعا حاجات فيها اشياء غير مالوفه، فيها مرح، فيها اكسايتنج، اثاره، ربما في بعض الاحيان تكون خطره. الكاركتر اللي هو الشخص اللي بيمثل في كتاب او في مسرحيه او في فيلم.
سامري زي ما احنا قلنا، هو تكست بيتكتب بيديني الهول مينينج، المعنى ككل عن الشيء اللي انا بقراه. تريمبل شيك هي قالت لي يعني اهتز شويه كده، when you are afraid لما يكون الانسان خايف او worried او excited او فرحان او مصاب. ويك معناها ضعيف، نوت سترونج. وخلي بالي يا شباب من بين كلمه ويك وويك، دبليو اي اي كي، كل ده بيجي في الاختيارات في الامتحان اللي هو اسبوع. احنا طبعا حافظين قلت لكم قبل كده ان كلمه فيل ديت بيجي وراها ايه؟ ادجكتيف، بيجي وراها صفه. اي صفه، فيل هابي، فيل شاي، فيل انجري اند سو اون. جيف اوبينيون، جيف مي يور اوبينيون، اديني الراي بتاعك. ميك فريندز دي تحفظها زي اسمك كده، يكون صداقات. موف ابرود، ينتقل للخارج، ديت مهمه جدا جدا جدا. 19th century England، يعني انجلترا في القرن التاسع عشر، و بيبقى في شرطه ما بينهم كده او بيسموها هايفن. ستي وورم، ستي كالم، يبقى ستي بيجي وراه برضه صفر. بصوا ابرود وابورد زي ما قلت لكم، انا ما اعرفش انها موجوده والله، معروفه كده، حاجات بتتحفظ بقى اوتوماتيك كده. ديزرت وديزرت، شوف حتى النطق مختلف. ويك وويك برضه جايبها لك اهوت. وورم وورم يعني دوده بالاو. طبعا الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا، المفروض ان احنا في سنه ثالثه اعدادي المفروض ان احنا خدناها قبل كده. ارايف ات وارايف ان، كلمه ارايف يا شباب بيجي وراها حرفين جر، ات مكان صغير، ان مكان كبير. ريتش ما بيجيش مع حرف جر، تمشي مع الاثنين. طيب في كمان كلمه جيت تو، يصل الى، جيت تو بيجي مع حرف جر تو، برضو تمشي مع الاثنين. بص هنا كده، ارايف ات هيز اوفيس عشان ده ايه المكتب صغير، او احط كلمه ريتش هنا، ارايفد ان هيرجاد عشان مكان كبير، او احط كلمه ريتش، دي بقى دول بيجوا بدون حروف جر. في برضو يا شباب عشان برضو الناس الشاطره، مع كلمه جيت تو لو انا حبيت استخدمها مع كلمه هوم وبرضو كلمه ارايف وبرضو كلمه ريتش ما بيجيش حرف جر، يعني اقول جو هوم او جيت هوم على طول. جو او جيت هوم، او احط برضو هنا كده arrive home او reach home، ما بيجيش مع حرف جر، ديت قاعده كده نحفظها. كلمه frightened و frightening زي ما لسه قايل من شويه، الصفه اللي فيها اي دي للبني ادم والصفه اللي فيها اي ان جي لغير العاقل. The boys felt frightened، اهو الاولاد اهمت، ده عاقل لما شافوا الفيلم. It was اللي هو الفيلم يعني، it اهي بصوا it اهو اللي هو الفيلم. It was frightening، الفيلم كان مخيف. نشوف كده مع بعض الجمل دي. I space school late yesterday، يبقى I reached school، ليه؟ عشان ما فيش هنا حرف جر، يبقى انا وصلت الى المدرسه، لكن الباقيين بياخدوا حرف جر. One of my dreams is to travel، قلنا لسه ميم شويه، أبرود، وخلي بالي من الكلمات والحروف بتاعتها والنطق بتاعها. ده أبورد، ديت أرود، ديت أ وبورد مالهاش دعوة خالص، لكن ديت أبرود على بعضها اللي هي للخارج. I watched a space film، طبعا اللي فيها الوحيدة أي إن جي هنا exciting film، الباقيين كلهم للبني آدمين. ماشي يا شباب، هنشوف مع بعض كده التكست بتاعنا. The trees are the first living things، دي أول أشياء حية أو كائنات حية. ذات حسن has seen in her in 5 days، في الخمس أيام اللي كان فيهم في هنعرض دلوقتي في الصحراء. The wind is blowing، اسمها حتى blow هي تهب الرياح. And leaves والأشجار on the trees are trembling، trembling يعني بتهتز. Like him، هو ماشي يهتز، هو هنا تشبيه يعني ان هو ماشي بيترنح طبعا عشان مش لاقي يشرب او ياكل، فبيمثل الاشجار او الاوراق بتاعت الشجر بالبني ادم هنا. He is tired and weak، هو تعبان طبعا وضعيف متعب. A few hours before he arrived here، قبل ما يوصل هنا، حسن صوت he was going to die، قال في نفسه ان انا هموت. There was no food in the desert، مفيش اكل في الصحراء. And he knew، وعرف. ذات ذا ليتل ووتر، طبعا هنا حاجات بقى اللي احنا كنا واخدينها في الدرس اللي فات غير معدود. هي هاد وود نوت لاست، مش هتدوم معاه. انذر دي كلمه مهمه ليوم اخر، كلمه انذر دي يا شباب بيجي معاها اسم مفرد، الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. وكلمه اذر او تي اتش اي ار بيجي معاها بلورال جمع،
ماشي يا شباب. وفي كلمه تانية هكتبها لكم هنا برضو، هي كمان نخليها فوق شويه كده في الحته الايه others. O T H E R S. كلمة others دي يا شباب التانيين، يعني الأشخاص التانيين على بعضها بقى، مش محتاجة اسم جمع وراها. يعني مول إيه؟ Some people eat fruit. بعض الناس بياكلوا فاكهة. Others التانيين اللي هي بتساوي other people. التلاتة دول حلوين جدا ومهمين جدا وهيقابلكوا بعد كده حتى لما تكبر في سنة. Now he knows that he will find water. هو حط في دماغه إنه هيجد ميه، because if there are trees، عشان لو في اشجار يبقى there must be water، بالتاكيد في ميه في اي مكان. But he still doesn't know where he is، ولكن هو مش عارف هو فين بالظبط. How far is it to the nearest road؟ فين اقرب طريق؟ Where he might find help، وامتى هيجد المساعده؟ كل ده لسه مش عارف طبعا. The sun is going down quickly and he knows it will be cold for the next 8 hours. قال ان الساعات اللي جايه ديت هيبقى الجو برد. How can he stay warm؟ ازاي بقى يبقى دافئ for another night، لليله اخرى كمان في ديزرت الصحراء. فجأة suddenly he sees something، شاف شيء. Someone is carrying a light towards him، حد جاي ناحيته وشايل معاه لايت، مصباح. طبعا كلمة لايت هنا ده noun، a light. وفي لايت يعني يضيء، لايت لت لت. وفي لايت يعني الضوء. He realizes، أدرك، فهم، that it's a man، إن ده في شخص جاي راجل. Finally help has arrived، وصلت المساعدة. He is safe، هو أصبح في أمان. ده برضو listening. نادية بتتكلم مع سلمى. Did you like، ودي مهمة جدا لأن احنا قلنا دي بنطلع منها situation، المواقف. Did you like the end of the story؟ هل أنت حبيتي نهاية القصة؟ قالت لها I am not sure، مش متأكدة. I understand it، إن أنا فهمتها كلها. Who is the man with the light؟ مين الراجل اللي كان معاه اللايت؟ هو طبعا بيتكلم على الكلام اللي فوق، معاه المصباح. And why does it say that the leaves are trembling؟ وليه قال ان الليفز trembling، بتترنح او بتتهز؟ People usually tremble when they feel excited or frightened، not leaves، مش الاشجار او مش ورق الشجر. فردت قالت لها ايه؟ حسن is trembling because he is tired and weak. هو كان بيترنح وماشي كده بيهتز عشان كان تعبان. He has been in the desert for 5 days. كان بقاله 5 أيام في الصحراء. I don't think the writer is saying that the leaves feel frightened. أنا أعتقد يعني إنه مش قصد الكاتب وهو بيكتب إن الأشجار بتحس بالخوف. When the wind comes، لما الرياح بتيجي. But they are moving، ولكن بيتحركوا، اللي هي كلمة تريمبل يعني، in the same way as حسن، زي ما حسن، because he is so tired. تشبيه يعني. How did، ده المهم عندنا بقى أهو، ده اللي هنستخدمه. How did you feel when حسن finally saw the trees؟ انت شعرت بايه لما اسال واحد عن الشعور بتاعه، وده ناخدها في سيتويشن، لما حسن شاف في النهايه الاشجار. It made me، وده الاجابه اهو، خلتني احس بيه، ويجي وراه صفه excited. You know that he will find some water، عرف طبعا ان هو هيجيب بعض الميه، because there are trees there and they need water، هم محتاجين ميه. We know that he won't die، عرفنا بقى ان هو كده مش هيموت. سلمى I think it's clever because we think that he will be alone in the desert for another night. اكيد هو طبعا شاطر او ماهر انه يقعد لوحده برضه كمان ليله. But then he sees the light. Why do you think there is a man with a light؟ انت تعتقد ليه في انسان معاه مصباح؟ I think that's his friend احمد، ده اكيد صديقه احمد. احمد نيو، احمد كان عارف طبعا في زمن الباست that حسن was going in the desert and we know that احمد knows the desert very well. احمد طبعا عارف الصحراء كويس. سو حسن is safe now، انقذه طبعا. قالت لها يس اي ثينك يو ار رايت، انت صح. هاو دو يو فيل، برضه اكسبريشن تاني، ازاي انت بتشعري تجاه ذا ستوري ناو؟ قالت لها اي فيل كوايت، بصوا كوايت الى حد ما، في كوايت بالاي هنا كده، هنشيل ايدي ندخلها جوه، معناها هادئ، ما تمشيش معايا. برضه ساعات بتيجي في الاختيارات، يعني انا حاسه بالسعاده الى حد ما. اي لايك ادفنشر ستوريز لايك ذيس، انا بحب نوع القصص من هذا الايه القبيل. برضه هنا في كمان reading، في كمان قراءة. You have heard of the writer Daniel Defoe، ده اسم شخص. Haven't you؟ One of my favorite novels، واحد من أو واحدة من الروايات بتاعته by Daniel Defoe is a book called Robinson Crusoe، ده اسم قصة طبعا، كانت موجودة في سنة تانية السنة اللي فاتت. It's about a boy who wants to become a sailor،
طبعا المفروض ان احنا عارفين الكلام ده كله. When he grows up he travels to many countries and has many adventures. كان عنده مغامرات كتير. His boat sinks. القارب بتاعه غرق طبعا، وعاش لسنوات كتيرة on the island، على جزيرة. I like the description of how he finds food and a place to live. طبعا كان عاجبني الوصف جدا بتاع ازاي هو لقى اكل ومكان. Finally كروزو meets some other people and returns to England. رجع طبعا انجلترا تاني. Some of the story made me feel sad. خلتني اشعر بالحزن بعض من اجزاء القصة. But at the end I felt happy. شعرت بالسعادة. It was a very enjoyable story and the characters والشخصيات are wonderful. هنشوفها بعض كده ال فوكاب اكسرسايز على الفوكاب اللي هي الكلمات، ونركز كده مع بعض. Did you have any space finding your way to the school؟ يبقى هل انت وجدت اي ايه وانت رايح في طريقك للمدرسة؟ يبقى هل وجدت اي صعوبات، اي مشاكل وانت ماشي؟ If a person feels weak he is not، لو هو حس ان هو ضعيف يبقى هو مش على طول، عكس على طول، يبقى he is not ايه strong، هو مش قوي. روبنسون كروزو is a kind of space stories. هي كانت قصص من قصص الايه، طبعا عارفين ان هو عمل مغامرات وبتاعه وكلام من ده، adventure stories. نجيب محفوظ was an Egyptian. ده كان شغال ايه؟ طبعا نجيب محفوظ كاتب. كلمة كاتب يعني ايه؟ سألنا في قلب الكلمات writer. Space is a text، هو نص طبعا. give the main information، بيديني معلومات الرئيسية، برضو قلنا عليها في قلب الكلمات. السمري اللي هي الملخص بتاع القصة. My English class at school space for 45 minutes. طبعا هنا هتدوم لمدة 45 دقيقة. Black Beauty is the main space in the story. طبعا Black Beauty دي كانت ايه؟ هنعرفها طبعا في قلب المنهج بتاعنا، هي الشخصية الرئيسية. Character. A space is someone، هو الشخص who sails on boat. طبعا مين؟ ونركز في الحروف قريبة من بعضها جدا، اللي هو السيلور اللي هو الايه؟ البحار. When the sun goes it gets dark. get dark يعني ايه؟ تبقى الدنيا مظلمة. لسه قلنا في الكلمات فوق تبقى الجزء ده، ولما تكون تنزل لتحت تغرب يعني. مستر عادل asked us to write a short of a book. هنكتب short summary، هنعمل summary صغير كده على الايه؟ الكتاب. all اسمها ايه؟ سينجس، قلناها في الكلمات على طول. بيحتاجوا طبعا ان هم يتنفسوا بريز اكسجين، اللي هو ليفنج سينجس، الكائنات الحيه. When I went home، لما رجعت البيت، I had lost my wallet. خلي بالك قلت لك الكلمتين دول مهمين، كلمه ريكوجنايزد وريلايزد. انا ادركت، عرفت ان انا ضيعت الوالت او فقدت المحفظه بتاعتي. ده اهم حاجه عندنا بقى اللانجوج فانكشن، ونركز مع بعض كويس. اكسبريسنج فيلينج، ازاي اعبر عن شعوري؟ لو انا واحد بيسالني سؤال يقول لي بماذا تشعر؟ لو انا في المضارع يا شباب اقول له اي فيل، لو انا في الماضي اقول له اي فيلت. يعني لو هو بيسالني هنا يقول لي هاو دو يو فيل، اقول له اي فيل هابي. هاو ديد يو فيل؟ اي فيلت هابي. او لو انا مش شاعر بحاجه اقول له اي دونت فيل هابي، اي دونت فيل انجري، اي دونت فيل اكسايتد، وهكذا. او واحد سالني هنا بيقول لي القصه خلتك تشعر بايه؟ How did the story make you feel؟ اقول it made me feel، ونحط برضو الصفر هنا. دايما في يا شباب بيجي ورا صفر. مثال قدامك اهوت، اهو the story was wonderful it made me feel happy. طبعا الصفات زي ما قلت لك بتيجي بعد كلمه feel، اللي هو بتعبر عن المشاعر. اقول I feel frightened، feel afraid. طبعا ده يا شباب هيبقى على حسب السيتويشن اللي هيجي لك في الامتحان. I feel scared, worried, nervous, happy, sad, excited, confused. طب لو انا بسال انا الشخص بقى، انا اللي هساله في الاول اهو زي ما كنت بقول لك فوق. How لو في المضارع بدو، لو في الماضي بديد. How did you feel when you won؟ بص حتى انا في باستا لما كسبت الجايزه هقول ايه؟ اهو بص اجاوب كده اقول I felt happy, I felt excited. يبقى لما يسالني سؤال زي ده كده How did you feel when you won the prize؟ هقول له ايه؟ I felt happy أو I felt excited and so on. ماشي يا شباب؟
ده السؤال وده الإجابة، ولازم بعد كده نركز في السيتويشن في الامتحان، أنا هسأل ولا هجاوب زي ما خدنا السيتويشن اللي قبل كده. لو في المضارع how do you feel about مثلا the story، أنت إيه رأيك في القصة؟ هنا إيه؟ present، يبقى I feel excited. ماشي يا شباب. Did the story make you، بص بقى وركز كده، did و make، طبعا did بتخلي فعل في مصدر، الكلام طبعا بتاع الأولاد بقى الصغيرين، احنا المفروض كبرنا يعني. Did the story make you feel sad؟ يا إما أقول له yes يا إما أقول له إيه no، طبعا دي سهلة. شوف مثال كده، بص you ask، يبقى أنت اللي هتسأل، هتسأل أختك how she felt، بماذا شعرت when she has finished watching a play، لما خلصت مشاهدة المسرحية. بص هسأله ولا إيه؟ طبعا بماذا شعرت يبقى كلام في زمن الايه الماضي، يبقى هاو ديد يو فيل، اكسبريشن كامل ثابت ما بيتغيرش، هاو ديد يو فيل وين، واحد يقول له يا استاذ الشيء انزلها زي ما هي، اقول له لا انت هنا واقف وقدامك اختك، يبقى انا بكلمها واقفه قدامي تبقى يو. بص حتى هنا هاو ديد يو عشان هي اختك واقفه قدامك، هاو او صديقك او اي حد طبعا. هاو ديد يو فيل وين يو فينيشد، خليتها في الماضي، شلت هاز طبعا ملهاش لازمه عندي، ذا بلاي. لو انا هرد زي ما احنا قلنا اي فيلت كذا، لكن انا هنا اللي بسالها. طبعا هنا بقول لك يو اكسبريس يور فيلينج اباوت ذا ماتش، لو انت بتعبر عن شعورك في الماتش، اي فيلت اكسايتد، اي فيلت كذا، ات ميد مي فيل، واحط الصفه بتاعتي زي ما انا عايز. هنشوف كده بعض الاكسرسايز على اللانجوج فانكشنز. سوها از توكينج اباوت ا ستوري شي ريد، بتتكلم عن قصه هي قراتها. هالة وسوها، Does this story كذا frighten؟ هنا بقى جاي على القاعدة اللي هيسأل، بص كده، بص No it makes me feel sad. لو أنا جيت يا شباب أعمل سؤال هنا على هنا هتبقى سهلة جدا، أدي does ثم الفاعل، ثم الفعل في الإيه؟ في المصدر، يبقى Does this story، أبص make، واقف قدامي you feel frightened، يبقى هكتب كلمة make you feel، سهلة جدا العملية كلها بتيجي من بعضها. طيب سأله سؤال تاني، أو البت هلا سألها سؤال تاني، قالت لها the end of this story makes me feel happy، نفس السؤال اللي فوق. أنا أهم حاجة يا شباب أفهم معنى الكلام ده، لو فهمت معنى الكلام ده هحط السؤال وبعدين أبدأ أنسقه بالإنجلش. the end، نهاية القصة جعلتني feel happy، أشعر بالإيه؟ بالسعادة. يبقى تقول لها كيف النهاية بتاعة القصة خلتك تشعري؟ كيف يعني ايه اللي سألناها فوق؟ يبقى هاو. طيب نركز مع بعض كده، الفعل هنا في ايه؟ في اس، يبقى نحط كلمة ايه؟ does، وبعدين هاخد كلمة the end of the story، اهي ده الفعل بتاعي، او does اهو فعل مساعد، ثم الفاعل the end of the story، ما جبتش ولا كلمة من بره اهوت، العملية كلها جاية منها فيها. اهي ارجع الفعل للمصدر، دي من القواعد اللي احنا واخدينها قبل كده، تبقى make، وبعدين نرجع تاني you feel، بتخليكوا تشعري ازاي؟ سهلة جدا جدا جدا. قالت لها how do you feel when you do an exam، انت بتشعري ايه لما يبقى عندك امتحان او لما بتخش في الامتحان؟ طبعا كل واحد يقول الاجابة اللي بتعجبه. I عادة يعني الشباب كلهم هيقولوا I feel nervous، ببقى عصبي. برضو بص I اهي feel، واحط الصفة بتاعتي. How do you feel، بتشعر بإيه about speaking English now، لما بتتكلم إنجليزي دلوقتي؟ I feel excited، أهو بص حتى بص بص لازم أحط excited ليه؟ عشان I enjoy it، يبقى I feel، هو جاب المحادثة طبعا على القاعدة اللي هيسأل، I feel excited. نشوف بقى السيتويشن ونركز مع بعض كويس. Write what would you say in each of the following situation، هتقول ايه في المواقف التالية؟ ركز بقى كده. Your brother اخوك wants to know، عايز يعرف، هو اللي عايز يعرف، يعني انا هقول له How the film made you feel، الفيلم خلاك تشعر بايه؟ طبعا الكلام هنا في زمن الايه؟ الماضي. يبقى يا اما اقول الفيلم خلاني اشعر بان انا frightened، او it على طول مفيش مشكلة، يبقى the
فيلم اللي هو الفيلم ميد مي خلاني، واحط اي اجابه تعجبني هابي او فرايتند او كذا. ما دام يا شباب ما قاليش ان الفيلم حلو او وحش، حط الاجابه اللي تعجبك. لو قال لك مثلا ذا سكيري فيلم، يبقى انا هقول له ان انا ايه فرايتند مثلا، خائف. ذا كوميك فيلم، وهكذا بقى. هو هيوضح لك هنا في الامتحان. يور كازن ابن عمك برضو سألك عن شعورك when you won a prize. طبعا سهلة جدا، انا يبقى I شعرت في زمن الماضي، I felt happy، I felt excited. اي اجابة تعجبك. A friend asks you، برضو واحد بيسألني about the kind of novels، نوعية النوفلز you like to read. يقول لي بقى انا بحب مثلا الديتكتيف نوفلز، الادفنشر نوفلز، فهقول له انا يبقى I بحب يعني ايه like من فوق يا شباب اهو like ايه I like انا بحب to read ان اقرأ، من فوق برضو ما جبتش حاجة من برة، adventure stories مثلا او novels. ماشي، سهلة جدا ولا ما ينفعش اي حاجة. A friend asks you، كل ده الزميل هو اللي بيسألني، what you thought of a scary film اهو that has just finished، لسه الفيلم المرعب خالص. هتقول له انا خايف، I felt scared، موجود عندنا في الكلمات عشان هنا بص قال لي scary film او frightened، مش لازم طبعا كلمة scare. الحتة دي جميلة جدا، قلت لكم في الفيديو اللي فات او في المرة اللي فاتت. You are asked، انت سئلت، يبقى انا اللي هجاوب. How you felt، شعرت بايه when you saw a snake in your bedroom، لما شفت تعبان في الحجرة بتاعتك. نفس الكلام برضو I felt frightened، هنغير بقى I felt frightened. Your friend asks you about your feeling، بيسألك عن شعورك when your team، لما الفريق بتاعك كسب. هتقوله طبعا I felt excited، أنا شعرت I felt excited بأن أنا مصاب. هنا بقى you ask، أنت اللي بتسأل صديقك if he or she feels happy، لو كان هو او هي طبعا بتشعر بالسعاده when he or she reads the end of the story. الحته بقى دي جميله جدا يا شباب، في ناس ممكن تحلها غلط. ما دام قال لي he او she reads، اذا كانت هي قرات القصه او لا، يبقى لازم هنا استخدم كلمه do او did على حسب الفيرب بتاعي. يبقى do you feel happy، you are او you ask your friend if he او she feels، يبقى الفعل فيه اس يبقى في المضارع. طبعا انا هكلم الشخص واقف قدامي يبقى do، عشان واقف قدامي يبقى you، هل انت بتشعر يبقى feel، هل انت بتشعر ايه happy، هو ايه اللي اصلا فوق، يبقى do you feel happy، وكمل الجملة زي ما هي. عندما يبقى when you read، لما بتقرأ the end of the story، the end of the story. ماشي يا شباب، طبعا العمليه سهله وجميله وما فيهاش اي حاجه. السيتويشن ديت انا قلت لكم قبل كده المفروض ان انا ضامن السؤال بتاعها في جيبي وانا داخل الامتحان. هنحل برضو مع بعض المحادثه ديت. هاجر اند فريده ار توكينج اباوت ا بروجرام اون تي في. هاجر بتقول لفريده ايه؟ Did you watch last night's program؟ هل انت اتفرجت على البرنامج بتاع امبارح about animals، عن الحيوانات؟ فهتقول لها ايه؟ Yes او no. طيب انا يا مستر اكتب اي حاجه؟ لا استنى، طب نقرا هنا ساعتها سؤال، قالت لها because I don't have any interest in animals، عشان انا ما بحبش الحيوانات. يبقى هنا لازم تقول لها ايه؟ يبقى no، وبنحط كوما طبعا، واكتب I didn't. يبقى الناس ما تتسرعش يا شباب في الامتحان. هتسألها سؤال على طول بكلمة ايه؟ بيكوز، يبقى ليه انت ما فرجتيش عليه؟ ليه يعني ايه؟ why الكلام في زمن الماضي، why didn't you watch it في زمن الماضي. وطبعا watch يا شباب خليتها في الانفينيتيف عشان هنا طبعا الكلام didn't بيجي ورا فعل في المصدر. ممكن ناس تقول لي ممكن يا مستر اكتب هواي بس، ممكن عادي بتعدي في الامتحان.
بس الاصح طبعا يعني او الاجمل عشان ابقى واثق الدرجه ان هي 100%، بس كده كده احنا نبقى بنعلم بنعتبر هو صح. راح جاي الهجر سالتها سؤال تاني فيها كلمه زن، قالت لها اي ام انترستد ان سبورتس، طبعا باينه جدا بتقول لها انا بحب الايه الرياضه، يبقى بتقول لها انت بتحبي ايه، والسؤال ده مهم جدا وجميل جدا، يبقى وات، طبعا بتقول لها وات ار يو انترستد ان، لان احنا قايلين قبل كده ان كلمه انترستد ان لازم يجي قبلها ام واز وار، وات ار يو انترستد ان. قالت لها which sport do you like، حط طبعا اي رياضه تعجبك، اي لايك فوتبول مثلا على سبيل المثال، يبقى اي لايك فوتبول برضه نفس الكلام سيتويشن اهوت، انت اتفرجت على سكيري فيلم، اكسبريس، حلو قوي الحته ديت، عبر عن يور فيلينج، لسه قايلينها من شويه، ها اي فيلت سكيرد، انا حسيت بالخوف او فرايتند. Your cousin asked about، سأل عن شعورك when you passed، طبعا باينه جدا your final exam، انت نجحت في الامتحان، هتقول له I felt happy او excited، احنا بنكتب happy عشان اسهل. ماشي. You ask، انت اللي بتسأل اختك how she felt، شعره بايه when she، لسه قايلينها لما خلصت مشاهده الايه المسرحيه، يبقى how did you، عشان واقفه قدامي، How did you feel when you watched the play؟ وممكن واحد تاني يقول when you finished watching، تمشي برضو عادي، هناخد دي على طول. اختيارات، most students get information from the internet، بيجيبوا المعلومات من على النت، and a of them read books or magazines. طبعا هنا يا شباب هنرجع بقى تاني للقاعده بتاعتنا، هنا الطلبه جامعه، يبقى اخد على طول من غير ما افكر، يلا هنا انا سامع حد بيقول اهوت، طبعا الجامع بيجي معاه كلمه few وشويه قليلين منهم. I like to space، اسمها على طول فريندز، انا لسه قايلها لكم الحاجات دي بقى بحفظها كده، with other students، اسمها make friends، يكون صداقات. The girl was space with fear، بخوف، يبقى بتعمل ايه؟ يبقى trembling، بتهتز من الخوف. اللي بعدها sleeping alone، انك تنام لوحدك، in a dark room، في حجرة مظلمة، always makes me feel، او انا طبعا بيتكلم عن نفسه يعني، make me feel ايه بقى؟ طبعا هنا excited، لان هنا طبعا ليه الوحيدة اللي تمشي مع العقل، هو المفروض كان خلاها frightened مثلا الاجمل يعني. The doctor told me to space the medicine before drinking it، قبل ما اشرب الدواء بعمل فيه ايه؟ الناس الشاطرة نهزه، يبقى شيك، حتى هتلاقي مكتوب على الأدوية. The tree is very weak، الشجرة دي ضعيفة جدا، so it's a began to fall، بدأت تتساقط، طبعا من غير ما نفكر على طول ايه اللي بدأ يتساقط، طبعا leaves، الأوراق بتاعة الايه الشجرة. بكده احنا حلينا على او شرحنا الدرس الثالث والرابع وحلينا عليهم، وخدنا السيتويشن بتاعنا، سيتويشن جميل وما فيهوش اي حاجه وسهل، كل اللي عليك بس انك تحفظ الاكسبريشنز بتاعته مش اكثر من ذلك. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، ويا رب دايما تستفيدوا من الكلام اللي انا بقوله، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما ننساش اللايك يا شباب، انا بحس ان فيش تفاعل من الناس، طبعا كل ما حضرتك تعمل لايك كل ما نزود القناة ونخليها تكبر بسرعة، وطبعا ده بيدعمني ان انا اكمل معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.